السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في الدرس الثاني من الوحدة الأولى واللي كان عنوانها We make our food. We make our food يعني نحن نصنع غذائنا. والدرس الثاني حبايبي موضوع عن الساينس. الساينس طبعا عارفين اللي هي العلوم، يبقى الدرس الثاني بتاعنا عن مادة الساينس يعني العلوم. بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة انزل اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالدروس اللي جاية ان شاء الله. تعالوا نشوف يلا اول حاجة معانا النهاردة وهي الفوكابلري الكلمات. اول كلمة عندنا كلمة chickpeas. chickpeas يعني حمص. legumes. legumes يعني بقوليات. seed. seed. seed يعني بذرة. recipe. 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 وخلي بالك ان الايه هنا منطوقة. recipe يعني وصف الطهي. lentils. lentils يعني عدس. ingredients. ingredients. ingredients يعني مكونات او مقادير. digestive system. ودي طبعا كلمة واخدينها من رابعة ابتدائي. digestive system يعني الجهاز الهضمي. meal. meal. meal حبيبي بمعنى وجبة. delicious. delicious. delicious بمعنى لذيذ. row. row. row حبيبي يعني صف. تعال نشوف الـ extra vocabulary بتاعتنا اللي هي المفردات الإضافية. hummus. hummus. hummus اللي هي الطحينة. properly. properly. properly حبايبي يعني بشكل مناسب. peanut. peanut. peanut حبايبي بمعنى فول سوداني. ملوكية. ملوكية اللي هي الملوخية بتاعتنا. group. group. group يعني مجموعة. soup. soup يعني شوربة. ولاحظ هنا نفس الصوت الـ OU. الـ OU اللي بتنطق U. group and soup. كشري. كشري. كشري حبايبي الكشري بتاعنا. regularly. regularly. regularly بمعنى بانتظام. locally. locally. locally حبايبي بمعنى محليا. تعالوا نشوف يلا تصرفات الافعال اللي موجودة معنا النهاردة. اول كلمة كلمة belong. belong معنى ينتمي او يخص. الماضي بتاعها belonged. belonged. enjoy. enjoy يعني يستمتع. الماضي بتاعها enjoyed. enjoyed. check. check. الماضي بتاعها checked. checked. بعد الكه ساوند الاي دي دايما حبايبي بتنطق تا. checked. water. water. watered. watered. turn. 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 harvest. harvest. harvested. harvested. تعال نشوف تصرفات الافعال الشاذة. put. 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 put بمعنى يضع. take. took. take. took. keep. keep. kept. kept. make. make. made. made. تعال نشوف يلا الـ important expressions and the prepositions يعني تعبيرات وحروف جر هامة. such as. such as. such as حبيبي معناها مثل. belong to. belong to يعني ينتمي إلى ويخص. from farm to fork. from farm to fork. لاحظ ان كلمة fork هنا بمعنى شوكة، ده معناها الحرفي، ولكن هنا المعنى العام from farm to fork يعني من المزرعة إلى المائدة. turn brown. turn brown يعني يتحول للون البني. plant and rows. plant and rows يعني يزرع في صفوف. make into. make into يعني يحول إلى. تعالوا نشوف حبايبي أول تمرين معانا النهاردة، وطبعا التمرين ده بيعتمد على حفظي للكلمات. عندنا أول كلمة كلمة meal. meal حبايبي بمعنى وجبة. عندنا كلمة legumes قلنا اللي هي البقوليات، وعندنا كلمة digestive بمعنى هضمي. تاني digestive حبايبي بمعنى هضمي. ingredients. ingredients حبايبي بمعنى مكونات. تاني ingredients معنى مكونات. seed حبايبي بمعنى بذرة. seed بمعنى بذرة. number one بقولي when we eat. when we eat يعني عندما نأكل. we use our A system. اللي لما بناكل اكيد بنستعمل الجهاز الهضمي. برافو عليكم كده، فهقول digestive system. تاني digestive system اللي هو الجهاز الهضمي. number two I have a very delicious. it's a chicken and rice. بقول لي انا تناولت ايه لذيذة، هي عبارة عن الفراخ والرز. اكيد ديت وجبة لذيذة. الوجبة حبايبي اسمها meal. meal. number three chickpeas
and lentils. حبايبي تشيكبيز شكل ما قلنا اللي هو الحمص, and lentils اللي هو العدس are a. طبعا قلنا ان الحمص والعدس دي اسمها بقوليات, بقوليات اسمها legumes. تاني legumes يعني بقوليات. we should حبايبي كلمة should معناها يجب, وال we should have all the a of kosheri to make it. طبعا لازم يكون عندنا كل الاي بتاعت الكشري عشان نصنعه. طبعا لازم يكون عندنا كل المكونات, والمكونات حبايبي اسمها ingredients. تاني المكونات اسمها ingredients. تعال نشوف يلا الموضوع بتاعنا اللي بيقول لي from farm to fork. from farm to fork قلنا حبايبي يعني من المزرعة الى المائدة. تاني من المزرعة الى المائدة. طبعا لو بصين هنا بيقول لي أشرف grows chickpeas. حبيبي شكل ما قلنا عشان نقرأ كويس ونقرأ بطريقة صحيحة لازم أقرأ من النقطة للنقطة وبعدين أترجم عشان تبقى الجملة كلها واحدة على بعضها. فبقول لي أشرف grows chickpeas يعني أشرف بيزرع حمص. Chickpeas are an important ingredient in many recipes such as kosheri and hummus. قال لي ان الحمص ده هو هام جدا او مكون هام جدا في الكثير من الوصفات. كلمة recipes يعني وصفات. such as دي حبيبي معناها مثل شكل ما قلنا كشري and the hummus شكل الكشري كده والطحينة. chickpeas aren't a fruit or a vegetable, they belong to a group of foods called legumes. الحمص ده مش فاكهة ولا خضار لكنها تنتمي لمجموعة من الأطعمة بنسميها بقوليات. other legumes are lentils and peanuts. بيدينا هنا أمثلة تانية على البقوليات دي شكل العدس وشكل الفول السوداني. chickpeas are a healthy food. الحمص ده طعام صحي, يبقى مش طعام غير صحي, لا طعام صحي. They can help to keep your digestive system working properly. قال لي ان هو بيساعد ان يحافظ على الجهاز الهضمي يعمل بشكل سليم. The chickpeas that you eat are the seeds of the chickpea plant. قال لي ان الحمص اللي احنا بناكله ده هو يعتبر البذور بتاعت نبات الحمص. This is how you grow chickpeas and make them into delicious meals. تعالوا بقى نشوف ازاي بنزرع التشيك بيز وكمان بنحوله لوجبات لذيذه. لو بصينا تحت كده بيقول لي why are chickpeas healthy, يعني ليه الحمص ده صحي. قال لي because they help to keep our digestive system working properly, يعني بيخلي الدايجستيف سيستم بتاعنا بيعمل بشكل سليم. طيب تعال نشوف نمبر 2. نمبر 2 بيقول لي give examples for legumes. give يعني اعطي, examples يعني امثلة for legumes للبقوليات غير للتشيك بيز. طبعا مديني هنا حاجتين اتنين, مديني كلمة lentils, lentils حبيبي معنى العدس, وكمان مديني كلمة peanuts. peanuts طبعا قلنا الفول السوداني. تاني peanuts اللي هو الفول السوداني. تعالى حبايبي يلا نشوف how to grow chickpeas and make them into delicious meals. ازاي هنزرع الحمص وازاي كمان هنحوله لوجبات لذيذة. number one بقولي plant chickpeas in rows. اول حاجة حبايبي plant بمعنى ازرع, بقولي ازرع الحمص ده في صفوف. water them regularly. water يعني اروي, them ارويهم يعني regularly بمعنى بانتظام. number two بقولي check the chickpea plants. بعد كده بتفحص التشيكبي بلانتس اللي هي نباتات الحمص. they should look green and healthy يعني لازم يكون شكلهم اخضر وشكلهم كمان صحي. number 3 بيقولي after a while. after a while حبايبي يعني بعد فترة. هنعمل ايه؟ قال لي the chickpeas will turn brown. قال لي ان الحمص ده بيتحول للون البني. this is when you harvest them and collect the seeds. وده الوقت اللي احنا بنجمعه فيه او بنحصده فيه وكمان بنجمع البذور. number 4 بيقولي put the seeds into bags and take them to the market. بنحط بقى البذور دي في اكياس وبعد كده بنوديها للسوق. number 5 بيقولي مروة buys some chickpeas and other ingredients at the market
to make a delicious meal. طبعا لما التشيك بيز بيروح السوق، لما الحمص ده بيروح السوق، بيبدأ بقى الناس تشتري. فمثلا مروة دي بتشتري بعض الحمص ده and the other ingredients وبعض المكونات الأخرى at the market، طبعا من السوق، خلي بالك at the market يعني من السوق، to make a delicious meal يعني عشان تعمل وجبة لذيذة. Number 6 مروة puts the chickpeas in كشري. طبعا مروة بتحط التشيكبيز اللي هو الحمص حبيبي في الكشري and enjoy it with her family، وبتستمتع بيه مع أسرتها. تاني بتستمتع بيه مع أسرتها. تعالوا نشوف حبيبي بقى كلمات الجزء الثاني من listen to، واللي فيها هيكلم لي عن الفود تشين. فود تشين حبيبي اللي هي سلسلة الغذاء. ازاي بنعرف ان في كائنات منتجة للغذاء وفي كذا مستهلك، مستهلك اول، مستهلك تاني، مستهلك تالت. النباتات هي المنتجة للغذاء، بعد كده الحشرات وحيوانات صغيرة بتاكل النباتات، وطبعا في حيوانات كبيرة برضو بتاكل نباتات حبيبي. بعد كده حيوانات اكبر بتتغذى على الحشرات دي، وبعد كده حيوانات اكبر بتاكل الحيوانات دي، بعد كده الحيوانات او الطيور دي بتموت، وتيجي الكائنات المحللة بتحلل الكائنات دي لعناصر ترجع للتربة تاني. طيب تعالوا نشوف كده الكلمات بتاعتنا. كلمة بيتل، بيتل حبايبي بمعنى خنفساء. عندنا كلمة ايجل، ايجل بمعنى نسر. سنيك، سنيك بمعنى ثعبان. ليزرد، ليزرد بمعنى سحلية. كاتربيلر، كاتربيلر بمعنى اليسروع اللي هي يرقات الفراشة، يعني الدودة قبل ما تبقى فراشة. ويت، ويت يعني قمح. ديت بام، ديت بام خلي بالك ان حرف ال هنا سايلنت. ديت بام يعني شجرة النخيل، نخلة يعني. فانجي، فانجي ولا نطق طبعا تاني، فانجاي. طيب تعالوا حبيبي نشوف الاكسترا فوكابلري يعني الكلمات الإضافية أو المفردات الإضافية اللي جايبها لي. تيرشري كونسيومرز، تيرشري كونسيومرز، كلمة تيرشري يعني من الدرجة التالتة. تيرشري كونسيومرز، طبعا كلمة كونسيومرز يعني مستهلكين. فود تشين، فود تشين يعني سلسلة غذائية. بلانتس، بلانتس يعني نباتات. انسكتس، انسكتس معنى حشرات. primary consumers، primary consumers يعني المستهلكين الاوليين، لما اول ناس بتستهلك النباتات. producers، producers يعني منتجين. energy، energy يعني طاقة. consumer، consumer بمعنى مستهلك. secondary consumers بمعنى مستهلكين ثانويين. secondary consumers. grass، grass. decomposers، decomposers بمعنى الكائنات المحللة. عندنا provide، provide بمعنى يمد، الماضي بتاع provided، provided. coal، coal الماضي بتاع cold، cold. تعال نشوف irregular verbs الأفعال الشاذة. see، see يعني يرى، الماضي بتاع saw، saw يعني رأى. get، get الماضي بتاعها got، got. eat، eat الماضي بتاعها ate، ate بمعنى أكلة. تعال نشوف الـ important expressions معنا. أول كلمة، كلمة provide for يعني تمد لي. provide for. at the start of، at the start of، at the start of يعني في بداية. get from، get from يعني يحصل على من. be called، be called حبيبي معنى يدعى أو يسمى. تعالوا بقى نشوف الـ food chain بتاعتنا اللي هي سلسلة الغذاء. سلسلة الغذائية أو السلسلة الغذائية بتاعتنا بتبدأ من عند البروديوسرز حبايبي. كلمة بروديوسرز بمعنى الكائنات المنتجة، يعني الكائنات اللي بتنتج لنا الطعام. شكل الديت بام، الديت بام حبايبي اللي هي النخلة، أو الويت، الويت القمح يعني النباتات عموما. طبعا الصن اللي هي الشمس بتدي طاقة للنباتات دي عشان تكبر. النباتات دي شكل ما قلنا اسمها بروديوسرز. بعد كده بيتغذى عن النباتات دي البرايمري كونسيومر اللي هو الكائن المستهلك الاساسي او الاول، شكل البيتل اللي هي الخنفسة، او الكاتربيلر، كاتربيلر حبيبي اللي هي اليرقة او الدودة. طيب بعد كده بيتغذى على الحشرات دي، يا اما حشرات اكبر يا اما حيوانات، شكل الليزر السحلية والسنيك الثعبان، ودول بنسميهم سكندري كونسيومر. سكندري كونسيومر يعني كائنات مستهلكة ثانوية. بعد كده الكائنات المستهلكة الثانوية دي بيتغذى عليها كائنات أكبر أو حيوانات أكبر أو طيور جارحة، شكل الفوكس اللي هو الثعلب، أو الإيجل، إيجل طبعا طائر جارح اللي هو النسر،
او طبعا حاجات شكل التايجرز اللي هي النمور او اللاينز اللي هي الاسود، ودي بنسميها تيرشيري كونسيومر. تيرشيري كونسيومر يعني كائنات مستهلكة من الدرجة الثالثة. بعد كده الكائنات دي او الحيوانات دي بتموت وتبدأ الديكومبوزرز اللي هي الكائنات المحللة تبدأ تحلل الكائنات دي وترجعها لعناصر غذائية ترجع للتربة مرة تانية. في صفحة 31 بيقول لي the sun provides energy for plants to grow، يعني حبايبي الشمس هي اللي بتمد الطاقة للنباتات عشان تنمو. بعد كده plants and the trees are called producer، طبعا النباتات وكمان الأشجار دي نباتات عموما بنسميها producers يعني كائنات منتجة. animals are called consumers، طبعا سواء الحشرات او الحيوانات دي بنسميها consumers يعني مستهلكة، يعني هي بتتغذى على النباتات ما بتحصلش على الطاقة بتاعتها من الشمس. primary consumers eat plants، طبعا primary consumers اللي هي المستهلكين من الدرجة الاولى بتاكل النباتات. secondary consumers يعني المستهلكين من الدرجة التانية eat small animals and insects، بيأكلوا الحيوانات الصغيرة وكمان الحشرات الصغيرة دي. tertiary consumers، tertiary consumers حبيبي اللي هي الكائنات المستهلكة من الدرجة التالتة eat larger animals يعني بتاكل الحيوانات الأكبر. decomposers، decomposers حبيبي اللي هي الكائنات المحللة give nutrients back to the ecosystem، بترجع العناصر الغذائية بقى للنظام البيئي أو للتربة مرة تانية. في listening script حبيبي بيقول لي this is called a food chain، بيوصف لي بقى بيقول لي دي اسمها food chain يعني السلسلة الغذائية. طب السلسلة الغذائية مهمتها ايه؟ قال لي it shows how plants and animals get their energy، ازاي الحيوانات والنباتات بتحصل على الطاقة. At the start of the chain بيقول لي في بداية السلسلة دي we can see plants، بنشوف النباتات. These are called producers يعني بنسميها كائنات منتجة، النباتات دي كائنات منتجة. They get energy from the sun، بتحصل على الطاقة بتاعتها من الشمس. Animals don't get their energy from the sun، لكن الحيوانات ما بتحصلش على الطاقة بتاعتها من الشمس. Animals eat plants يعني الحيوانات بتاكل نباتات or other animals أو حيوانات أخرى for energy للطاقة. تحت بيقولي plants get their energy from the، طبعا عارفين نباتات بتحصل على الطاقة بتاعتها من الشمس sun. plants are، طبعا عرفنا ان plants دي are producers، وproducers حبايبي بمعنى كائنات منتجة. تعالوا يلا بينا نشوف الgeneral exercises يعني التدريبات العامة اللي هو مديهالي على listen to بعد ما قرينا الجزء الاول والجزء الثاني. مديني بقول read and complete the text with words from the box، تعالى يلا اقرأ وكمل النص ده من الكلمات اللي موجودة في الجدول. عندنا كلمة sun، sun حبايبي بمعنى شمس. plants نباتات. consumers قلنا consumers يعني مستهلكين. chain، chain يعني سلسلة. producers، producers حبايبي بمعنى منتجين. تعال نشوف بيقول لي the food، ما اوعى ننسى لازم نقرا الجمله كلها على بعضها عشان نقدر نترجم كويس ونحل كويس. بيقول لي the food a shows how plants and animals get their energy، الايه الغذائيه بتبين لنا ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقه. طبعا دي اكيد السلسله الغذائيه اللي هي food chain، برافو عليكم. food chain يعني سلسله الغذاء او السلسله الغذائيه. At the start of the chain we can see plants. These are called A. بقول لي في البداية بنشوف النباتات ودي بنسميها ايه؟ طبعا النباتات دي شكل ما قلنا اسمها منتجين، فبالتالي هقول producers. تاني اسمها حبيبي producers. طيب بقول لي they get energy from the، بيقول لي ان البروديوسرز يعني الكائنات المنتجة دي شكل النباتات بتحصل على الطاقة بتاعتها منين؟ قلنا بتحصل على الطاقة بتاعتها من الشمس. الشمس حبايبي اسمها sun. طيب اللي بعدها بيقولي animals eat A or other animals for energy، بيقولي الحيوانات دي بتاكل A او بتاكل حيوانات اخرى من اجل الطاقة. طبعا قلنا الحيوانات دي بتاكل نباتات، النباتات حبايبي اسمها plants. تاني نباتات اسمها
plants. تعال نشوف يلا مع بعض السؤال الثاني. المفروض ان احنا هنختار من A, B, C or D. وهنا بيعتمد على حفظي للكلمات وقريتي للموضوع كويس جدا. Number one, بقول A consumers eat larger animals. A consumers يعني المستهلكين من الدرجة أني بيأكلوا الحيوانات الأكبر. ترى primary الأولي ولا secondary الثانوي ولا tertiary اللي هو من النوع الثالث أو من الفئة الثالثة ولا first. طبعا عارفين إنه هو tertiary يعني من الفئة الثالثة هو اللي بيأكل الحيوانات الأكبر. Number two, A is a primary consumer. ترى مين من دول مستهلك أولي؟ caterpillar, lizard, snake, fox. قلنا مستهلك أولي يعني بيتغذى على النباتات. طبعا هو الكاتربيلر اليرقة أو اليسروع دول كلهم ما بيتغذوش على نباتات. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول the sun provides for plants to grow. الشمس بتمد النباتات بإيه عشان تنمو؟ برافو عليك، وبتمدها بالطاقة. طيب نمبر 4، بيقول peanuts and lentils are إيه؟ يا ترى الفول السوداني والعدس ماله؟ قلنا الفول السوداني والعدس دي تعتبر بقوليات. بقوليات يعني legumes. تاني بقوليات يعني legumes. تعالوا يلا نشوف سؤال الترتيب مع بعض. وشكل ما قلت حبيبي سؤال الترتيب ده بيعتمد بشكل كبير جدا على حفظي للموضوع. على حفظي للموضوع بقدر ارتب كويس. عندنا are consumers animals وcold. احنا قلنا are cold معناها يدعى او يسمى. فطبعا بيبدأ لي بكلمة animals اللي هي الحيوانات. فانا عايز اقول ان الحيوانات بتدعى او بتسمى مستهلكين. يبقى اذا هقول animals are cold consumers. تاني animals are cold consumers. نمبر 2، بقول put in a chickpeas we and the كشري. طبعا عايز اقول ان احنا بنضع الحمص فين حبيبي؟ في الكشري. يبقى الفعل بتاعي we، الفعل بتاعي put، المفعول بتاعي chickpeas in كشري. طبعا الكشري وجبة لذيذة الناس بتحبها. تعال نشوف نمبر 3، بقول we where can lentils and buy. وشكل ما شايفين ان ده سؤال. طبعا المفروض عايز اقول من اين نشتري العدس. يبقى هقول where دي حبايبي اداة استفهام محتاج وراها فعل مساعد اللي هو can. الفعل بتاع اللي هو we. where can we الفعل الاساسي بتاعي وكلمة buy وبعدين حط كلمة lentils يعني من أين نستطيع أن نشتري العدس. هو هتنسى علامة الاستفهام. تعالوا مع بعض يلا في صفحة 33 نشوف سؤال التوصيل. نمبر 1، بقول we buy chickpeas. حبايبي احنا بنشتري الحمص ده منين؟ برافو عليكم، من السوق. يبقى at the market. نمبر 2، بقول plants نباتات and the trees are قلنا النباتات وكمان الأشجار دي بنسميها كائنات منتجة. فبالتالي حول are cold producers. are cold producers. number 3، primary consumers يعني المستهلكين من الدرجة الأولى. طب المستهلكين من الدرجة الأولى دي قلنا شكل الحشرات اللي بتتغذى على نباتات. برافو عليكم، فحول eat plants. eat plants. تعال نشوف number 4، secondary consumers eat المستهلكين من الدرجة التانية قلنا بيتغذوا على الحشرات. تاني بيتغذوا على الحشرات وكمان الحيوانات الصغيرة اللي ممكن بتاكل نباتات. فبالتالي هقول eat small animals and insects. eat small animals and insects. number 5، بقول we use chickpeas too. يعني احنا بنستخدم chickpeas. وان chickpeas اللي هو الحمص عشان نعمل ايه؟ قال لي to make delicious meals يعني عشان نعمل وجبات لذيذة. عشان نعمل وجبات لذيذة. تعالوا مع بعض يلا نشوف سؤال الترقيم. وقلنا حبايبي سؤال الترقيم ده اللي انا بشوف يا ترى فين الحروف الكابيتال، يا ترى في فول ستوب، يا ترى في كويستشن مارك، يا ترى في اكوما، يا ترى في ابوستروفي. كل ده اللي انا بعمله في سؤال الترقيم. طب تعالوا نشوف كده. بقول تشيك بيز ارنت ا فروت اور ا فيجيتابل عمر. طبعا لما اجي ابدا الكلام دايما ببدا بكابيتال ليتر. يبقى السي بتاعت تشيك بيز لازم تكون كابيتال حبايبي. يبقى تشيك بيز حبايبي لازم احسن خطي
وانا بكتب، وهنا ما بكتبش حروف بس، لا لازم اكتب الجملة كلها بالترقيم بتاعها. طيب لو شفنا aren't هلاقي ان هو مش حاطط الابوستروفي قبل ال تي بتاعت not. aren't a fruit يعني هي مش فاكهة، or او vegetable ولا هي خضروات. تاني عمر، عمر هنا حبيبي منادى. طيب يبقى الاو، لان الاو بتبقى كابيتال دايما بداية الاسماء، فهقول عمر الاو كابيتال، وطبعا اخر فلسطين. تاني احط في الاخر. تعال حبايبي يلا نشوف الباراجراف بتاعنا، واللي بيكلمني عن الفود تشين اللي هي السلسلة الغذائية، واللي طلب مني ان انا اكتب فيه 5 جمل. طبعا المفروض ان انا اكتب اكتر من كده، والكلام ده كله بيترتب على ان انا حافظ الموضوع كويس جدا. طيب احنا قلنا لما يكلمني عن الفود تشين يبقى لازم اول حاجة اظهر او ابين هو ايه فايدة الفود تشين. فطبعا لما اجي اكتب شكل قلنا حبايبي لازم اول سطر اسيب فراغ، الاندنت الفراغ اللي بيبقى في اول سطر لازم اسيبه عشان ابين ان انا بعرف اكتب باراجراف. وهنا هكتب the food chain يعني السلسلة الغذائية دي shows. يعني ايه shows حبايبي؟ بتبين how plants يعني ازاي النباتات and قلنا and حبايبي معناها و animals. خلي بالك تاني سطر بقى ببدأ منين؟ برافو عليكم، ببدأ من اوله get their energy. يعني بتبين لي ازاي النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة. قلنا اول حاجة ان الشمس بتمد النباتات بالطاقة عشان تنمو، يبقى هقول the sun. لاحظ بعد النقطة انا بدأت بكابيتال لتر، ما ينفعش ابدأ بسمول لتر. the sun provides، حبايبي لازم اراعي الفراغ اللي بين كل كلمة وكلمة عشان يبقى خطي كويس. provides plants يعني بتمد النباتات with energy يعني بتمد النباتات بالطاقة to grow يعني لكي تنمو. الفلسطوب بتاعتي طبعا النباتات دي بنسميها حبايبي، برافو عليكم، بنسميها كائنات منتجة، فحقول plants، لاحظ ان انا بدأت بكابيتال لتر، are called حبايبي معناها تدعى او تسمى producers حبايبي يعني كائنات منتجة. طيب قلنا مين اللي بياكل النباتات دي؟ برافو عليكم، insects and small animals. يبقى اذا هقول insects يعني الحشرات eat plants بتاكل النباتات. طيب الحشرات دي بنسميها ايه؟ برافو عليكم، قلنا بنسميها primary consumers. يبقى هقول they are called يعني هي تدعى او تسمى primary consumers يعني كائنات مستهلكة من الدرجة الأولى. طيب قلنا مين اللي بياكل الحشرات؟ اللي في حيوانات وحشرات كبيرة بتاكل الحشرات الصغيرة دي، فهقول animals يعني في بعض الحيوانات eat insects يعني في حيوانات بتاكل الايه؟ برافو عليكم، بتاكل الحشرات. طب دي اسمها ايه؟ هنقول they are called يعني هي تدعى او تسمى secondary consumers يعني كائنات مستهلكة من الدرجة التانية. طيب احنا قلنا بقى اخر نوع اللي هو tertiary. التيرشيري حبايبي اللي هي كائنات مستهلكة من الدرجة الايه؟ التالتة. يبقى هقول تيرشيري كونسيومرز ايت بتاكل لارجر انيمالز يعني بتاكل
الحيوانات الأكبر. لاحظ بحط في الستوب وأبدأ بكابيتال ليتر. بعد كده حبايبي بيجي دور مين؟ الديكومبوزرز. ديكومبوزرز يا حبايبي اللي هي المحللات. قال لي ديكومبوزرز مالها؟ قال لي give nutrients يعني بترجع العناصر الغذائية to eco the ecosystem. ecosystem حبايبي اللي هو النظام البيئي. تاني ecosystem اللي هو النظام البيئي. انا كده كتبت باراجراف بسيط جدا وسهل جدا عن الفود تشين اللي هي سلسلة الغذاء. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنت اشتركت في القناة انزل اشترك بسرعة وبلغ كل زمايلك وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الثالث، وشكل ما قلنا احنا شغالين من كتاب المعاصر. Goodbye. سلام عليكم.